أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني بي. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته بي وأشرت أنظر إليه، وإذا وجهت لو كأنه البدر في ليلة تمامي وكمالي. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد بلغ وقال: السلام عليك يوم. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. يا رسول الله، تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد بلغ وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جده، والسلام عليك من اختاره الله، وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. محمد وآل محمد وعجل فهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك من رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له: عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه ويا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. محمد وآدم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قضى بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا أولي أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأعظم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد عجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أبدأ إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم وحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن يا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله يقبلني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا فإذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مأمون الله وفرج الله همه ولا مأمون الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.